قوم يا ابني، ما ينفعش تفضل قاعد كده. انت بالذات ما ينفعش تنكسر. ما ينفعش ليه؟ عشان انت كبير كبير، ما ينفعش واحدة ست تعمل فيك كده. سيبني لوحدي يا حاج. مش هسيبك، مش هسيبك لما تقوم وتصنب طولك تغور في داهية هي وابنها اللي اديته اسمنا وبرضه ما عجبش. يبقى شوف بقى حاج، خلصنا من التدبيسة دي ازاي؟ كان لازم انبهك، ده صنف واطي من الحريم انا عارفه كويس. اللي زي دول لازم نرميهم ورا ظهرنا وندوس عليهم كمان. وبعد ما ندوس عليهم ايه اللي هيحصل؟ هنكمل حياتنا عادي كأن مفيش حاجة حصلت، صح؟ ايوه هنكمل مع الناس اللي بيخدمونا برموش عينيهم، اللي بيتمنونا الرضا نرضى. وبالنسبة لأولادهم ولادهم اتربوا أحسن تربية وكبروا بعيد عن نجاستهم. كبروا كارهين تخلفوهم. أنا عايز أعرف إيه مناسبة الكلام ده دلوقتي؟ ولا الست هانم فكرتك بأمك؟ طبعًا ما هي أشكال قذرة زي بعض. ما تقولش عليها كده. أنا عايز أعرف أنت زعلان على مين فيهم؟ كنت عايز تفضل مع أمك يا مؤنس؟ علشان تقوم في يوم من الأيام تلاقيها سايباك لوحدك؟ ما كانتش هتسيبني، أنت اللي خليتني أقطعها، أنت اللي كرهتني فيها. عشان بدت نفسها علينا، ولعلمك لولا عندها ورجوعها في كلامها كان ممكن نكمل مع بعض، بس أنا عملت كده علشان أحميك. يعني أنا السبب؟ طب ليه؟ طب ليه أنت اتجوزت رقاصة من الأول؟ علشان حبيتها. حبيتها بس ما عرفتش احكمها زي الست هانم اللي نزلت من عندك لبيت طليقها عشان تستنجد بيه. نصيبنا كده يا ابني، نصيبنا كده. أنا حاسس بيك يا ابني، أنت محتاج وقت تهدي أعصابك. غير جو كام يوم وإن شاء الله هترجع مؤنس ابني اللي أنا أعرفه، وبعد كده نتكلم. نقلت هدومها عندي، يعني مش قرفانة مني ولا حاجة، يعني لسه بتحبني وعايزاني.
بص كان نفسي تاخد قسوة أمك، طلعت خايب زي أبوك. Watch it.